في أجهزة الأشعة التشخيصية بالمستشفى العام، وهو المشروع الذي يعد تفعيلا لواحدة من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمة الطبية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومتين المصرية والسويسرية. وقد شهد الافتتاح اليوم ممثل السفير السويسري بالقاهرة ومستشار وزير الصحة وقيادات الوزارة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية. تطوير خدمات الأشعة التشخيصية مع تصميم نظام جودة متكامل يدمج البنية الأساسية المناسبة وإجراءات الممارسة القياسية مع مراعاة تحسين وسائل التوثيق والإدارة. تحت هذا المفهوم كانت المبادرة الإصلاحية للمشروع المصري السويسري لتطوير خدمات الأشعة التشخيصية برعاية كل من الحكومة المصرية والسويسرية للعمل على تطوير خدمات الأشعة التشخيصية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. واليوم كان موعد افتتاح المشروع المصري السويسري لخدمات الأشعة بالمستشفى العام بالإسماعيلية، والتي تعد واحدة من 220 مستشفى على مستوى الجمهورية. الموضوع مش موضوع جهاز أشعة جديد جه المستشفى، الموضوع هو نوعية الجهاز إيه وقد إيه حجم الخدمة اللي ممكن يقدمها. أولا زي ما بيقولوا بالبلدي كده، إحنا صبرنا ونولنا. إحنا صحيح في المرحلة الثالثة لإمداد المستشفيات بهذه الأجهزة، لكن لما جاي علينا الدور جالنا أحدث جهاز أشعة موجود في العالم، جهاز ديجيتال، جهاز يمكن أن يتصل بأي مراكز طبية فورية ويبعت الصورة ويجيله التقرير من استشاري، وده اللي هيتم بإذن الله بالنسبة للحالات اللي موجودة عندنا. الميزة الجديدة كمان ان هو يتصل بالأقسام اللي تبعها الحالة فوريا داخل المستشفى دون الانتظار للصورة الفيلمية او تحميض الفيلم وطبعه. We have been having this very long term collaboration to make sure that good and التعاون والتواصل مع الحكومة المصرية بدأ منذ عام 2002 وحتى الآن، وقد اخترنا هذه المبادرة لتطوير خدمات الأشعة التشخيصية باعتبار أن الحكومة السويسرية لها مكانة متميزة وخبرة في هذا المجال على مستوى العالم، بالإضافة إلى الأجهزة ذات التكنولوجيا العالية. وعند البحث وجدنا أن هناك قصور في هذا المجال الحيوي والهام، فنحن لا نهتم فقط بالتعاون مع مصر، ولكن هناك دول أخرى في إفريقيا وآسيا مثل الهند لنقدم لهم أحدث ما لدينا في مجال تطوير الأشعة التشخيصية. نجح المشروع المصري السويسري في تطوير سلسلة من الأدلة القياسية الإرشادية التي تعتبر بمثابة مرجع شامل لجميع العاملين بالأشعة التشخيصية من أطباء وفني الأشعة والصيانة، بالإضافة إلى مدير المستشفيات. احنا في الفترة دي طورنا 227 مستشفى وحطينا فيهم حوالي 500 جهاز تقريبا، بالإضافة إننا دربنا من الأطباء 1037 طبيب ومن الفنيين 1548 فني أشعة، ودربناهم على أحدث النظم وأحدث الأجهزة. كمان ربطنا بنعمل دلوقتي المركز القومي للبكس. المركز القومي للبكس ده اللي هو تداول صور الأشعة عن بعد، يعني المريض هيتصور سي في جنوب سيناء في تيلي راديو، لا هو اسمه باكس، لو ارشفت صور وكتابه تقرير في نفسها. العميل المريض هيتصور في المناطق النائيه، لو ما فيش دكتور هيبعتوا لنا الصوره في نفس الوقت، والصوره هنكتب لهم التقرير في المركز الرئيسي عندنا في الاداره العامه للاشعه، المركز الرئيسي الباكس، وهترجع لهم في نفس الوقت. هيقدروا يتعاملوا مع العيان في نفس الوقت، يعني يجبسوه في نفس الوقت، يعملوا له عمليه في نفس الوقت، وده على كل الاشعات مش الاشعه العاديه بس. في بشرى طبعا لاهالي الاسماعيليه، لكن هي مش تبع المشروع السويسري، اللي هي تبع وزاره الصحه. احنا خدنا بشرى دلوقتي من مساعد الوزير انه في خلال الشهر القادم باذن الله الاجهزه خلاص جت في المينا، ودي بشرى الاهل الاسماعيليه. عندنا جهاز قسطره قلب بعد ما كان في ويتنج ليست او قائمه انتظار طويله جدا في مستشفى جامعه، احنا النهارده في المستشفى الاسماعيليه العام بنوفر ده بجهاز متطور جدا لقسطره القلب. كمان من بشر سادات الاسماعيليه ان احنا جاي لنا جهاز فحص الثدي والكشف المبكر عن سرطان الثدي، فدي بشرى عظيمة لأهل الإسماعيلية. الجهاز هيبقى موجود في إسماعيلية العام إن شاء الله في خلال الفترة اللي جاية. في الماضي كان علم الطب تطور بالإنجازات التي يحققها علم الأحياء، ولم يصل إلى الدقة والسرعة التي بلغهما الآن إلا بفضل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة الرقمية، والتي يحتاج كل طبيب أن يتعلمها ليجيد استخدامها،
مما يوفر مهنة وقدرة أفضل وتعاطي أمثل مع الحالات الإنسانية. من الإسماعيلية، شيرين فراج.